بمناسبة عيد الأم، وأيضا سيتم توزيع مجموعة من النظارات الطبية على مجموعة من الأمهات. الشكر للجميع، لجميع الحضور، لجميع النخب الحاضرة معنا، لجميع الشكر الشركاء وجميع فعاليات المجتمع المدني التي أبت إلى أن تحضر معنا من أجل هذا حفل اهتمام بمناسبة اليوم العالمي للأم. وشكرا جزيلا لكم الاحتفال بهذا اليوم وهذه الليله. احنا بغينا نحتفلوا نساء منطقه عين حروده والشلالات وهم امهات. بهذه المناسبه غنقوم بتكريم خمسه امهات، وفي هذه المناسبه الامهات اللي كيعملوا في البيت ديالهم وكيرفعوا الوليدات ديالهم، وبين الامهات المكرمات هناك سعاد الفضيل، وهي عن وزاره الشباب والرياضه موظفه وموظفه واطار مسؤول نيابه الشباب والرياضه على مستوى المنطقه المحمديه. معنا نجاة حمريتي وهي من نساء ذو الحجر وحرفيه ومستفيده من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وخياطه. معنا ناديه برحو وهي صاحبه مقاوله للتصوير ومصوره في الاعراس وفي الحفلات، وتستحق هذا التكريم لانها تتوفق بين الابناء ديالها وبين البيت ديالها، وللتاكيد بان الابناء ديالها كيجيبوا واحد المعدل متفوق ودائما كتسرى في المدرسه، هي في الاعداد ديالها هي الاهتمام ديالها بالزوج ديالها. هناك المدرسه والمعلمه الفاضله وهي الاستاذه السيده رشيده الفيضي، وهي مدرسه بمدرسه عين حروده جوج، وتستحق التكريم لان هذه السنه ستحال على التقاعد ان شاء الله. هناك واخيرا الكبيره بيزينات وهي يعني تشتغل في البيوت وتسهر على وليداتها وتشتغل تبع الجمعيات، وتستحق هذا التكريم الكبيره بيزينات. وشكرا. الدكتور بوغوس رئيس الهلال الاحمر المغربي المحمديه. مره اخرى نشكر السيده الشرقي والسيده بن عيش خديجه المسؤولين في قرار الحديد والصلب.
الأم أو هناك الحساب في بعين حرود لأول مرة جميع تنظم هذا الحفل وهو حفل تكريمي لفائدة النساء ربات بيوت وعاملات خارج بيوتهم وأعطوا نموذج لتربية الأبناء بتربية حسنة وهناك توزيع 180 ديال النظارات ديال الطبية لفائدة النساء المعوزات في منطقة الشلالات وعين حرودة وبمساهمة مجموعة من المقاولات المواطنة وهذا العمل اختار لنا واحد الشعار هو الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا الأعراب وبعد المناسبة إن شاء الله أن البرنامج ديال الجمعية يأخذ منحة آخر وهو اليوم معنا من الأرض اللي غنكونوا واحد التنظيف ديال مقبرة السيد عبد الميشو اللي غنطوعوا بها اللي غنطوعوا إن شاء الله وإن شاء الله ربنا يكون هذا التكريم ديال الأم هو تكريم لجميع الأمهات على مستوى عين حرودة خاصة وشلالات تقديم بالرضا مهندس الدولة الكيمياء الصناعية والبيئة الصناعية كما تقول السيد يزيد رئيس جمعية شباب الصناعات تقوم ديما بواحد المبادرات اللي غنقول بانها ماشي هي طيبه هذيك ولكن فريده من نوعها هو الوحيد اللي تشوفو تيكرم المراه هو الوحيد اللي تيكرم الام هو الوحيد اللي تيطرحو عليه شي افكار جميله وجميله جدا وتشوف بان هذاك لو سيريو ديالو هذاك الانضباط ديالو تيخليك الا انك تشارك معاه والا انك تعطيه المساعده والا انك تكون مساهم معاه لان هذا تيولي لك واحد الشرف انك تساهم مع واحد السيد اللي تشوف بانه تيخدم بواحد العفويه وواحد لو سيريو اللي ما تلقاوهش للاسف في الجمعيات الاخرى. حاضر اليوم كنساندوا جمعيه نهضه الزناتة على هذا العمل اللي كتقوم به العمل الاجتماعي لانه كيهدف الناس اللي ناقصين النظر كما كنقولوا او البصر كيوزعوا عليهم واحد عدد ديال النظارات وكيستهدف اليوم العالمين الام هو تلغى الدولة ولكن هما تبقوا في النهار نظر الظروف ديال البرنامج ديال دار الشباب ودورهم الخاصة. حنا حاضرين كنساندوا الجمعية لأن ديما مناضلة وديما كتجتهد وديما كتقوم بأعمال إنسانية خيرية اجتماعية. هادشي علاش حنا حاضرين وكنتمناو التوفيق لسميتو ليزيد بوصابون لأنه كيجتهد وإنسان فيه المعقول وهادشي علاش حنا ديما حاضرين معاه ومسمينه كفنانة. أنا سميتي بزينة الكبيرة. يعني انا مع هذه الجمعيه جيده ب 12 عام انا مع هذه الجمعيه يعني مستافده منها يعني مع ولادي مع كل شيء انا كنشكر نهضه الزناتة الكبرى يعني ما خصني ما عملت شي حاجه اعياد يعني المخيمات كندي ولادي كنمشي انايا كنمشي للعائله ديالي يعني ما عندي حتى شي وشنو الشعور اليوم ديالك وانت كتحسي براسك اليوم كتكرمي؟ يعني كنحس واحد الحنان ديال الام يعني الاول تكريم ليا يعني كنحس بالفرحه يعني دايره ما بلا ما نعبر لك يعني بشكل كنحس تشجيع اليوم على الام.